الكونتور سكاترنج او بعض الاحيان بنطلق عليه انكوهيرنت سكاترنج عشان نفرق بينه وبين الكوهيرنت سكاترنج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. بيبقى نفس الحاجه اللي بتحصل في الكوهيرنت سكاترنج بتحصل هنا برضو، بيحصل ان الاكس راي فوتون بينتراكت مع الذره ويحصل انحراف للفوتون، طيب يطلع فوتون تاني اخر منحرف عن الدايركشن الاصلي بتاع الفوتون اللي ساقط على الماتيريال. الحقيقه الفرق هنا ان بيحصل انتر اكشن بتوين الفوتون دوت وبتوين الباوند اللي هي الالكترونز الموجود عندنا في المدارات الخارجيه، وبيحصل ان هو يحرر احد الالكترونز دي بنسميه كومتر الكترون، يعني بياخد واحد من الالكترونز الموجوده في المدارات الخارجيه دي ويديله اناف انرجي عشان يسيب الذره بتاعته، وممكن كمان يديله كانيتك انرجي زياده. باقي الانرجي بيتحول او بيستمر في اتجاه مختلف بنسميه بعد كده scattered X-ray photon. فبالتالي عندنا الـ X-ray incident X-ray بتساوي الـ energy اللي هي الـ scattered X-ray اللي هو الفوتون اللي جاي هنا دوت كده اللي هو اللي خرج، بالإضافة للفقد اللي حصل نتيجة ان احنا بندفع الـ binding energy عشان نحرر إلكترون من داخل الذرة، زائد الـ kinetic energy اللي بنديها للإلكترون دوت عشان يتحرك بيها. الحقيقة الإفكت دوت زي ما احنا كنا بنتكلم العيب بتاعه ان هو بيطلع لنا إلكترونز في جميع الاتجاهات، بالتالي احنا بيبقى في عندنا مشكله ان ده يعني بيبقى الفوتون نفسه ما بيبقاش عارفين هو جاي منين، وبالتالي بيبقى هو ده السورس الاساسي للنويز اللي موجوده عندنا في صور الاكس رايز. الايفكت دوت الحقيقه بيبقى عاده بيبقى مع يعني بيحصل مع الاوتر شيل الكترونز، وعاده بيحصل يعني بتناسب مع الانرجي بشكل عكسي، بمعنى ان احنا لو احنا بنتكلم مثلا على السوفت تيشو، السوفت تيشو مثلا لو هو بيحصل انتر اكشن بنسبه معينه مثلا عند ال 20 كيلو الكترون فولت بتفضل تقل بشكل يعني واحد على اي واحد على الانرجي، يعني كل ما احنا علينا الانرجي بتاعت الاكس راي بيم. طبعا بيبقى في عندنا اعتماد اخر على الحاجه بنسميها الماس دنسيتي، يعني هي الكثافه بتاعت الماده نفسها عامله ازاي. كل ما الكثافه عليت كل ما كان الانتر اكشن اعلى. اعلى بمقدار قد ايه؟ طبعا بتعتمد على العلاقه في الكثافات بين المواد المختلفه وبعض قد ايه. يعني مثلا لو بنتكلم على بون، البون بيعمل كومتر سكاترنج اكتر من السوفت تيشوز. اوكي؟ بالنسبه للاتوميك نمبر الانتر اكشن ده ملوش اي علاقه بالاتوميك نمبر، يعني بمعنى ان هو ما بيتغيرش بالاتوميك نمبر بتاع المواد اللي هو بيعمل الانتر اكشن معاها، فهو بيعمل بيتغير مع الانرجي بشكل عكسي وبيتغير مع الماس دنسيتي بشكل يعني يعتبر كل ما الماس دنسيتي كل ما كانت اعلى كل ما كان في يعني انكريس للكونتور سكاترنج اللي موجود عندنا داخل التيشو.